تسيمليليث ثيس 12 ذي دوروس إثزرام اسميس لوقام إن شاء الله غيوفق ربي كون ذا بريد اللوقام خطر من ذا بعد بريد اللوقام بريد المستقيم بريد السجمن إن شاء الله ذا بريد نسلامة أرثكي أندامة يثمرث بوسا السنتلن العنوان بوسا أثني شو درونا يعدان ذي صورة الأعراف الآية 59 هضرت في اللاس سي الآية يفيد المسلين هضرت في الآية 59 من بعد أن دان سيدنا هود سينا أفلا تتقون سيدنا نوح شيخ الأنبياء أمغر الأنبياء يتوصي القوم ينس أما كنت توصينا ويمولهن انتالسا يمولهن انتالسا هدات البشرية أكنت ولي هناك إمذانا غير ربي باش هذه السن ربي لكن ملا خطر الآية الجامعة سينا ديوسان دي سورة الأنبياء الأنبياء الآية 25 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي يوحى قراءتان نوحي يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الآية جيم بعد فرع أنت كل آية ثانية أظن في دن مسلاي ذي ثملي لثني عدان السيسنت ميدن بوي ميدني وي لانبيا أمشي قارن القوم السن السن ثربي عبثت السن ثربي عبثت أسجين كمل كان قويني سعنا زار العبادة ذي الخوف الربي السقي العنوان غسنت البوسة الخوف الربي التقوى أدين تقوى الله نغى التقوى نغى الخوف الربي ثم زواروثي لقد أنظرك ويثمثا باللي الخوف الربي ذنتسا إذ الساس تلويث ذي الدونيث الساس اللهنا ذي الدونيث ذي الخوف الربي ثورة أدفقنا أمي ثم زواروث أدنيني شو المعنى الخوف ربي معنى الإنسان الذي زرب لي ربي إلا في كل مكان بدم يومنيس نمسفهان أم ذان يومنس ربي يون يزرب لي ولاش شو يفرن في اللاس يعلم السر وأخفى يعلم الظاهر والباطن أين يفرن أين دي ظهرن يزراث يحصاث ولاش ذا شو يفرن في اللاس من زراث مسلتاقي صافي ربي لا نومنيس ولاش ذا شو يغافن في اللاس ولاش ذا شو يفرن في اللاس وقيد الخوف الربي أنظر بلي ربي سبحانه يزرى كلش يحصى كلش يرنا يفقنا غد إن مذفع ما بري ذاقي ذا بريدي الهان مذفع ما بري ذاقي هذه لي ويني الخلاص أين الزرع في نادم أثي غلث نغ أثي مير لذلك ذي الحديث ذي الحديث حديث النبوي الشريف النبي عليه الصلاة والسلام يناد اتق الله حيثما كنت يعني أقوض ربي أندث الليض ذي تعرف حيثما سمنس زمكانية يعني في كل زمان وفي كل مكان ذيم كل الوقت ذيم كل زمان ذيم كل مكان ماشيون مثلا ذي السماش هذي وزون أي فاضي وضر فرنسا ذي شرمضان مشاكل ذي الجزائر هذي وزون هذي الزال سيدي أكن ريفغ سي الجزائر إذ غار ورس دائين ولاش الزرف قرن الزرف وحذيق ولاش ذاين سيني ولاش ويدي وعان ربي وعاث ذيني مي فقد نسمكتي منه ذا ربي ندوى ذكر فإن الذكرة تنفع المؤمنين سورة الذاريات الآية 55 ربي غدي قار
سمحتيد ودي سمحتيوا فناد ما ذيتسو يغفل ربي دي سورة الأعراف الآية 205 إناد ولا تكن من الغافلين ذي سورة الذاريات الآية 55 ربي دي قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أدوغ لغ الحديث حديث إناد اتق الله أقوذ ربي نثسن ذاكني سيثو منظ حيثما كنت أندث لي ذاكوذ ربي بعدين ناد وأتبع السيئات الحسنة تمحوها المعنى يسمث خضم السيئة يزمري ونذي ذنب ذي غضم الغلطة انفي غدي قار مث خضم ذكال الغلطة ثوف ذايا ما ثوفض الشغل الميمحات لاقوم أما قشيش ما يكتبك عند كراس يغلظ إذا تيمحو هذا يعود الاختفاء يصحان نغ الجواب يصحان وأتبع السيئة الحسنة تمحوها تمحوها ندا أتكسة تمحوها يعني ودي تغيميرا لاثر يعني ودي تغيميرا الشامة. أين يسند دي الحديث يسند دي القرآن ربي ناد إن الحسنات يذهبن السيئات وين يخذ من ذنوب مر يخذ من الحسنات يخذ بين الهان ذي الحسنات ني سالقدرة ربي أذن حونتك أذك سنتك لا ثرن السيئات. القرآن يناد إن الحسنات يذهبن السيئات ذي الحديث يناد وأتبع السيئة الحسنة تمحوها الخاتمة الحديث إنه هو خالق الناس بخلق حسن يعني ذي الأخلاقين شكو ذي مذان السعود صرف قيلهان ذايا أول زيضان على الخير مس الخير العسلامة رب ذي سهل ذايا ذا شو الأخلاقي لهان أكو ذي الجيران أكو ذي مولان ذي كفرذان ذي لطوروت خطر يقول ذي السواق ذي الإدارة ذي راح يونغ الإدارة سيون ما أسيني كيني مرحبا العسلامة سوى الزيضان يصد قذميك وتبسمك في وجه أخيك صدقة أما ما شل بيفك أذري مري صدق أتفرح ولا مدق ذي ضر الشغلي السيد الحمد لله يقف لي ديون سوى الزيضان صد قذميس أتفرح أديغل وليك نشرح ذيني ميدين الحديث وتبسمك في وجه أخيك صدقة أما كنت في كلتني عدن اخترني عدن اللغة ونحو جرى ترجمان صدصة أدس أتمقر ذيون ورسين اللغة يك ورسين اللغة يس ما يصد قذمك تفهمض كيف كيف ونحو جرى ترجمان أصنع شو ديننا يناد سوذ مسكان يقوف لك تستلصى الخير الربح ثورا فهم الخوف الربي وقرني ثقبيلي في مبول غزاي قرنا قواذ ونو نتساقواذ ربي ننتي دوا ولاقي جنتي تزيك أي غال المعنى يس المعنى يس وني تساقواذنا ربي إزمال ذي غلظ إزمال ذي الشظ أمعنى مستني ذاقواذ ربي سمكثاطيد أوف أذي أذين أذي راضار سمكثاطي ذا يغفل تركدنا الآية وذكر ماشي المعنى يسفنادم ذي الملائكة خاطي فنادم ماشي ذي الملائكة بنادم ذي بنادم الحديث يناد حديث نظن كل بني آدم خطا يعني كثير الخطأ وخير الخطائين التوابون هذا انت فلا واحد أنوي ذي المخير ذو قاذي شظن وقاذي غلظن ذو قاذي ثوفن قارني ثقبيليث ربي يعفو يغفر يويني شظن يوخر نمسفها ثورا أدنوي شرى الآيات تصل الآيات قلان أدنو غال كان المذ لانبيا خطر لانبيا ذم والهن تلسا يشقعيثني ضربي يختار ثن بشذ والهن ثخلقيث سيني الهن ولكن تزرام
يكل أنبياء مزورة وسندغ القوم سن زار كانت اختارني عبد المهد ضرب سيدنا نوح أمغار الأنبياء إنس يا قومي يا قومي أما كان استنض أي ذرومي العرشي أي استدرثي أي استمورثي يا قومي يكيكو سوالنا أما سيدنا نوح أما ذهود أما صالح أما ذيونس أما أكن ملانا أكن ملان مدي وظهر نبي محمد صلى الله عليه وسلم ذن سيدان قارو اكتملت به الرسالة ثن كمال الرسالة سنما كل آية إديوسان ذي صورة المائدة الآية الثلاثة اليوم أكملت صفي نكمال أمين يفنون يفنى الحيوض مازال يكفى وخام يفنى الحيوض نغسين ثلاثة ألم يشرف ضالي ذيان يخدم قرموذ أسيدي ثبورة يشم يزدغ أحيني أخامي وينكمال ذي نذي يشم ذي يزدغ دايم ذا ثورة سيدي ربي يوله ثخلقيث ثم شو تغزيفت كل مرة شو تكوري جاك شو صحاح مثلا سيدنا موسى يسدي الوقت فرعون بني إسرائيل خذ من ثواغيث انغن الأنبياء نقض العهود خذ عن ربي خذ من كلش ان بعد اكني فرعون يغال استرقثني قرقا يفكى الامر اذي نغاك الرش ديلا لن بسقواسني ثم شو تغزيفه يقدر ربي ان بعد امي ديلول ربي وحادر فارماس ارنا الناس سيدنا موسى إنس وإذا خفتي عليه تقضض في الميم فألقيه في اليم ذكرت البحر ولا تخافي ولا تحزني ورتسقى ذر حزن إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وري قفل نستنضي في يمات ما تقضض في الميم ذكرت البحر أكثيني خطي أطفكت قربيه يا إما أنمثيسين نغان سلك نغادي سلك بلا كذا مثلا كذي سلك انت أذي لي الطمع أذي لي الطمع يعني باش أذي سلك إما سيلد قرث غل البحر وقي قرناس موت محقق يعني سور ولا شو كذي الشك مش أصدق قرث الله فانا البحر أمعنى مدام ذل وحي أكني ديوس هذه الآية سلاماس ربي الناس دقاري ثغل البحر فألقيه في اليم يغالي الناس ولا تخافي ورتسقاذ ولا تحزني وكساغف لي ولي مرحت زنارة بعد يصفر حيثيد إنا رادوه إليك أديوغال المذير بينم أديوغال المذغورم وجاعلوه من المرسلين يرنيس فرحيس الفرحة النظام بالذي يغلد الرسول يا حاصرة أسني أود كان ذي سلك أود كان ذي سلك سيقوم قرن الآية ذي خبراني أمراني نهياني بشارتاني سيقوم الإعجاز يقلن دي القرآن والقرآن كتاب الله المعجز معجز الآية دي ذيك سرفع الأمور وانت تصفضر عند النظام ذيك خبران سن الخبارات ذيك أمران سن الأوامر ذيك نهيان دينها ربي سبحانه مسيم ولا تخافي ولا تحزني يعني نهاها عن الخوف والحزن ينهات ورتتقوذ ينهات ورتحزن وبشارتان سنثن الفرحات ثم زواروث إميسي نربي أديوغال المذير بينم ديوغال الغورم ذو الفرحة في السنث إميسي نا وجاعلوه من المرسلين ذي الوقت النيل فساد سياسي طغيان فرعون سيقر أنا ربكم الأعلى يقرأ ولا قذل كذب على كل حال ماشي انت ضربين يبغى ذي سكد فغفياض نتسي زرب اللي ماشي ضربين وربي يزرى باللي
ماشي ذا فرعون سبحان الله، ولكن يفغى أذي غور وياض ذي خذع وياض أثني السفقع سوى ولقي أكن دي حكى القرآن الكريم إمي دينا أنا ربكم الأعلى. فساد السياسي الطغيان استبداد عالجه موسى في رسالته زائد مسائل أخرى. الفساد الاقتصادي يعني ثذمسة طغيان ذي الميزان ذي السوق ذي الاقتصادي ثم عشت قمذانا سيدنا شعيب كليون ذا شو سيدنا لوط الفساد الأخلاقي كليون ذا شو الفساد إقحورف إقذيوة أسمي ديوضرن في صلى الله عليه وسلم إناك نسي ذا نقارو أمشي قعان قارو يناد ربي فلاس ذي صورة الأنبياء الآية 107 ذا شو دينا ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثورة نغال شوية وكذا الأنبياء أنقيمك سورة الشعراء. سورة الشعراء في غد سورة الأعراف الآية 59 على لسان سيدنا هود إميسينا أفلا تتقون. فنوغل سورة الشعراء سورة الشعراء تصل الآيات الآية 106 الآية 107 الآية 124 الآية 143 في الدوض ذي شو قلنا ذي الصورة يجي ربي يحكاد في لسن الأنبياء إمي سولناك والخوف الرب ياك مثلا أدن زوير ذي نوح نسيد أمغار الأنبياء كسقارا شيخ الأنبياء عمر الدعوة ينس 950 سنة تسعود غد بعض المعلومات للترسيخ قرنك إذا تكرر تقرر تكرار يلها أحيانا أي غر دائما مش أحيانا بعض المعلومات باش تترسخ إذا تكرر تقرر ذيني مقرن القرآن أشرر ما تشرر القرآن أذي الطفل قلّغ ذي المخ خطر الله ريفيزيون مراجعة ذكرر ذيني مكرر قيلها مليح ثقي أحسن وسيلة لترسيخ القرآن ثقي هذا شي قرآن كان وحدي كان وحدي كان خطي يلها غتراجع وحدك أمعنى أكذو كرر ما شاء الله سيرتو ذكرى تمسلك الآيات المتشابهات يوعر مليح ماشي شوية طه أتسفل سي الصورة ضفضي مانيك الصورة النظام السهالة أدي يسوى سد نهضر في متشابه القرآن النف أمشي زمر أتروح ذاكا أتروح ذاكا لذلك ولكن استكرار سكرر وكتروح على اللي بإذن الله تعالى. ثورة سيدنا نوح في سورة الشعراء الآية 106 الآية 107 إذ قال لهم نوح يعني نوح يهضر القوم ينس ألا تتقون أقوذ ثربي فقل الآية 106 الآية 107 إني لكم رسول أمين الأمانة يهضر في الرسالة يرند في الأمانة لغد يس وول في اللاس أولا يوم السلام الآية تكررت إني مسيني ألا تتقون ألا تتقون أقوذ ربي أقوذ ربي ينتي ذي الآية يوم السلام الآية 106 الآية 124 الآية 143 لنت الآية نظن ثقيت جيوثن صورة كان صورة الشعراء في لساون سيدنا نوح سيدنا صالح سيدنا هود سيدنا شعيب إلى آخره ربحا للزمن بلا مغرق داك الآيات يعني أمشي دنتقن الأنبياء السيوثن اللغة سيوثن تمسلايف أتوليهن الأقوام نسن الشعب نسن باش ذي سنن ربي وذا قاذن ربي من بعد ذا نفك الفيذاث نخوف ربي يثجر يلا ثورة نغال غل آيات يغدي هضرنا كوين كوني أطاسي قلنا سيك سنت أتزويل كان ذي صورة النساء الآية ثم زوالوث
الآية ثم زواروث ذا شدنا ربي يا أيها الناس يعني اتسمسليك كيف خلقيث من سلثك والقرآن السوال المؤمنين أبوها المؤمنين المؤمنين في كل السوال يكث خلقيث لانت الآية هكا لانت هكا الزوار ذي الآية جي سورة النساء ليا ثم زواروث ذغا يرتشيوين يونوس نبي صلى الله عليه وسلم إنيس يا عبد الله بن مسعود صحابي إنيس غريد القرآن غريد عبد الله بن مسعود الضيف اللاس يمشي هدي أدغر القرآن زدثنا الرسول وكسان كوراج دينغ أدغر القرآن زدثنا الرسول ماشي ديني سهل شو سينا الحذاقة إنيس أقرأ عليك وعليك أنزل يمشي أدغر فلاك القرآن فلاك ينزل توقي قنص الحذاقة صرف جا أكيث الله من بعد إذا غنتعلم ممكن أن تعلم أن أحفظ الشيخيك للشيخيك وين كيزوار لزوار نوقي ماذا الشيخ نغذ الأستاذ نغذ أمغار نغذ أمغار لقدر وقي الرسول المقامين سعلي أما كنسينا العباس أدرنا وضع الشيوين نظم العباس عمسنا النبي صلى الله عليه وسلم استقسان تناسوا إذا مقارن كيش نغذ الرسول أم قرن دي العمر إزمار في جوفا سيني ذنك مقرن في الرسول وقال كان مين يسا كيسا الحق خطر ذي العباس ذنسا مقرن ذي العمر في الرسول صلى الله عليه وسلم ذا عمس الضيف اللي سوى ولكي ذا شو ذا سينا إنيس الرسول أكبر مني وقد ولدت قبل رسول الله إنيس الرسول مقرف لي ذا شو نكيني لولغد قبليس تجهد في وض المعنى يسي سوضك ذا المعنى يرنس الحذاقة خطر الزاي أدينين كمقرف الرسول الرسول يسعى مقام النبوة مقام الرسالة ثقي باش نتعلم ولا ذنكني نتعلم أي غير كيثور ذي الفاتحة ثنغ ذي المناسبات ورا ينطقنا ذي يضرب النسبة سينية ما يسعى كما سام قران ديك مام قران إما يسعى عمس ذا عما ذا عميس ذا عمس إما إلا جدس ذا جدس هذه اللي فافا سنتقشيش ذاك جدس سنتقشيش فافا ساكنية إلا جدس قل كان القدر القدر أم قران ثقي تشرعيث وتعرفيث أنواع المزيق الزمريض يضرب النسبة زدت بفاسنا زدت جدس أتفكر كان أولي وينك إكي غلفن ذي الفضل ربي ناد ذي القرآن ذي سورة البقرة الآية 237 ولا تنسوا الفضل بينكم وثثارة أين كوني شركن الفضل كوني شركن هادو غنقدر نقول القوس نظن هذا شرط الاقواس يونس سي العلماء مقرن ذي مولود فرعون يون الناس كان داك اللي مقرديون اللي في المناسبه الناس انت تدار فيك ام كيتو راسل مثلا اغرام من السماش ملاح القصار حيزر إناس كنسي تدرث الفلاني إناس ولذين كنسي تدرث الفلاني أم كنسي ناوينا إناس إفرقان غواسيف أكيسي ناوينا الدال مولو ذاك أم كنسي نا إناس إشاركان غواسيف قوامة استخدام روى الفرق إفرقنا واسيف انسى الصح لا واسيف يا رسم معنى مقلم شاثي الدينيض خلنا نديو نواس ثقذيليث ثوار مليح
قبيليس تبعر مليح ويني اللي نذيس قبيليس وتتفضر لدى الناس من يغدو لقي ماشي عشو ذي يعني من ناحية العلمية خطر زمت وديني ون سيني غير واحد كان أنا نسقردش أنا من نقاش أنا في بلي شيشة تستعرفض بلي أنك دنيا قصيدت ودرني غير الزيادة ذو قويني عنان ذي الميزان نتمسليث ثقفيليث ذيني ما كنت نغفيك اخترني عدان ما دين ثقفيليث المعنى السين لومور المعنى يسل اللغة لالونج ثمسليث المعنى يسل الميزان سين من اللغة ثني ظن ورد الزمير ذا دين ظل الميزان أدين ظفني هدر لونجلي من بعد هدر لونجلي ثانجليزيث يهدر ثاروميث يهدر ثالالمانيث أتفهم ذي السن تمسليث ذايا ولكن ذي ثقفيليث السن الفلاني يهدر ثقفيليث المعنى السين المعنى يسل اللغة المعنى يسل الميزان وهذا شحال أقوى سيقلان يراثي دي خدميس إناس يشركي غواسيف ودقرارا يفضايا غواسيف يفرقا غواسيف أولا كي فرقا يفضايا قريح مما دين ذي الشركة واسيف أكنيك ساعة السر أكنيك ساعة المعنى نمس فهم ثوار واري دي سمكتين القوس نمزي واري والله شعال القوس ديوسان الشيخ مولود قاسم فلسي عفو ربي مولود الدفلة دار مولود نذب القاسم يناس كمارا فتحة الأقواس كثن فتحة فنويغ القصص خطر أطاسي قلان ثوران كوي وي غروة ثوران قد وراء المدفير سيدنا العباس يمي سنان أنوي ذا من قران بشيش نغذن فيه إنيس الرسول المقرف اللين كينيل ولغد قبليس نمس فهم الله يبارك ثقوها ربة سيلين ذيتو ذرث النغ ذي تصرفقا ذي الحذاقة ذي الفهم ثوران نهضر دا كل أنبياء نويد الآية ثمشي السوال الخوف الربي أدو غلغ الميذ عبد الله بن مسعود اسمي سينا النبي صلى الله عليه وسلم وغلغد القوس نام زوارو إن ياس أغرد القرآن أذى السلغ إن ياس أقرأ عليك وعليك أنزل أما كدني غزيف اللاس أدي غر القرآن زدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذا شو إكساس الحرج إن يسكسغ لي في وليه أحب أن أسمعه من غيري فغي غسلغ روايض صافي إكساس الحرج يبدأ سي الآية قيثم زور سورة النساء الآية الأولى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة اتقوا الله اتقوا ربكم أقوى ربي إلى آخره يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم إلى آخره يفضل يقرأ يقرأ الميوض الأي 41 كاش نارد والله غروس بالتوضيح أكثر الأي 41 سلوثي دنفي عليه الصلاة والسلام أي ترو إن يسحس بك يعني إن يسحفس ذاين ذا شوت الآية التي ديسرون ذي الآية 41 من سورة النساء عند دين ربي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا سروثيد بعد ابن مسعود ناك مقلغ سوذميس وعيغ النساء الشرشورنت ذي مطاون وإذا عيناه تذرفان الدموع لنعود إلى بيان دلالة الآية في وقت آخر ما يرضى ربي إن شاء الله أثن تقي يا أيها الناس يوكي ربي هدركي ثخلقيث سيقرأ قوة ربي خطر ثخلقيث ما ثقض ربي وثخدم على القراث ثخلقيث ما ثقض ربي وثزلزل رغي ذمن ثخلقيث ما ثقض ربي وثنقر رشي مشطاح نغثيلاوين نغي مغاران ثخلقيت ما ثقض ربي وستجار ثخلقيت هذا مثل سي اللاز اللاز سدود غرز داث ذيني مي الخوف الربي لها أدرناوي الآية النظم
ينادى ربي سبحانه في سورة الأحزاب الآية 70، الآية 70: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما شاء الله، الخير ذم قرآن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أقوذ ثربي ثوزن موانوان القول السديد، القول السديد، وقولوا قولا سديدا. النتيجة يصلح لكم أعمالكم، أما ذو الخذمان الدنيا ثمان الأخر ثمان الدين من الدنيا، أما يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أفن يعفو ربي ذنوب نوان، خطر الله يبارك ثقاذ ما ربي ما كذننا. فقمين ثمرات الخوف من الله هذه مغفرة الذنوب، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. خطو لذ الفوزة كذا مخلف أتصفض يوث الكيب الفوتبال تربح الماتش سلي تخسر خامس كاع إلا الفوز، إلا أسكي تربح ذي التجارة إليك أزكرني إذا يرن ولا ما تريد دير بحال تقوض هكا تربح أكيز دغ الخوف. تساد عشرة كاميونا كشمد كان تسعة أدين ضد تسقوا الضرة إيه ويس عشرة أستراجوض مادي السومي بورتاب ميقيمون بان تفتع بوطي شكا أستراجوض الخضار يرنى المخيكة يروح الخضار ني ظلابان هذا شو يضرى في غادي نغبلي الدونيث ولاش الفوز الكامل ولاش النجاح التام إلا لانتم قرن المنغصات. ذا شنو المنغصات؟ تي قادي سلوغون أمانة قزدير ذا قرد كان شوية طباكال هذه لغة ولا ماذا يني الهانة ذا غير هذه لغة ولا ما تسامنت ديرنا ما ناقي خلطنا كتسامنت وقيم قرن الماء. إخي نحضرت في الناس دي الفقه دي الفقه هناك الماء المطلق بلا قيد ولا إضافة لو كاس خلطنا تامنت الزمرة تسوض وتزميل ذات تأخذ اللوضو يروح أصلاً ضمن نجي تطوذي غاس وكذا كذا أمان أمان أكو تسامنت إناس أمان أكو تسامنت أمان أكو ذيغي أمان خاطئ فكيد أمان أين مسمن أمان ذو قال نجي لهاني العبادة أكو ذي العادة ماذا وياض لهان كان المعادة العادة ولهنا رأى العبادة. يلا إذن نكمل. ربي سبحانه عز وجل إناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ألمذ نهاية الآية ثقي الآية 70 ذي سورة الأحزاب. أدنو غال سورة النظر نختار بعض الآيات. ربي ناد ومن يتق الله يجعل له مخرجا، سورة الطلاق الآية 3: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثقاظ ربي أكيد ربي في بورا أكيد يرزق ربي أندى أرث الذميض. هاقلك تنشحظ هاقلك تربحظ، سيأتي البيان بعد حين إن شاء الله تعالى. هدنو غال الآية النظم ربي ناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقي سورة العمران الآية 103 ذي حفص، الآية 102 ذي ورش: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني ثقي تقاشوش القمة من الخوف ربي، خطر من الخوف ربي درجته أتصدي من ربي يتسقوى ربي ثو الطفث ثو الطفث لكوات سيوعيك أضرس أذي السبع ذاك ورسمي لا نغذي الحوي وعمشيش نغي أذي يروي الفلاس تتحذر الطموبين أذي السحذر ذا حذري ذا حذري ذا حذري ألا ماذا إن كان إلا ويظن يظن خاطي تسقوى ربي معنا ثم قراني انت قذا قي حصرة نورمال نغي غمشاش نغي وطوف نغي سرح كان
خطو للخوف ربي ذا مخلف يمخلف مليح. من بعد أصلا طبق ذي الحديث وزرس النغ ذي الحياة داخل توشولت أكوذ الجيران غلا أحتفظي ولي خمسة مغارة غادي صار المضربان الصبح وريقوا ذا ربي ذي الجيران ذي اسم ديني الطفل الحاصل أثني صهر مساكي ثموضين إني عاوز بالسيف وينك إني أمسافر يتصرى جوتو كاميون هذي روح هذي نهاري هذي شملو توروت مسكين أورير واريضس في السيارة يحبس الطفل فاربعا الصباح يطس واحد الساعة يكرد يطفى فولوني يزمى دي خم حاجة دي قفريد أطاس غير الخمام أقشيشني تهجين ليك زاما أزكي ساع ليك زاما وريري مسكيني روح هذي كلش ونفت السيارة صافي الخوف ربي درجات عاسي مانيك جمعي مانيك جمعي جوفاريك إنا صار بصرخ سوى النوز ننزس يا ربي أشوف نظرك خطرني عدان سوى النوز ننزس يا ربي الآية غير نحفز عند الدين ربي سبحانه وتعالى على عمران الآية 102 إنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الخوف ربي الصواد بنادم بشري مثل ذي عيش ذين سلم وذي مث ذين سلم والخوف ربي درجات درجات والآية ثرشذاغ ثولهاغ باش أنا قضى ربي طاس باش أنا لي غير درجة علاين ذي الخوف ربي سبحانه عز وجل. لانت الآية تطاسيق الآن حسب الوقت كان يغدي يقولان إلا وان دان دينا ربي سبحانه نفذرتنا يا أيها الناس اتقوا ربكم نفذرت يا أيها الذين إناد سورة التغاب الآية 16 فاتقوا الله ما استطعتم سقري قبل نتينا ثم زور ثاقي مثلام فناد حق تقاته يعني تقشوش تعلاين سيضمرنا شودنا هذه صورة التغابون فاتقوا الله ما استطعتم فازمر ثنون الآية 16 يا ربي الحمد لله المعنى يس ثلاث درجة عليين ثلاث درجة وكسر نكوني أنا عرضة مش أنا اللي ذا الساون مقارمان شناد نشناد مقاولة قد نفنو الدو الدرجة ياك ولا قارة نحرص باش نتأرجح بين هذين المقامين والإنسان يحرص أن يخدم ثزمرثيس أكن يقولي ذي التقوى أكثر أكن يخير خطرتني ألي غلث ثورة ذي ثقرة أدنيني ذي شثنت الغلاث خطر يون ما يزا التجرة يتسراجو الغلة يزا ثان قلت يتسراجو تبخسيس الخريف ما يزا تزمور يتراجو أزمور ما يزا تزديث يتراجو تمر ولذنكني ما نزا الخوف ربي ذقولاون ذا شو الغلاث ذا شو الثمرات أرى دناوي أطاس السيسنت ثم زواروث تأمين لاسيرانس شو المعنى يس المعنى يس مادام ثقاد ذا ربي ربي يزدغ ذو قولي أقلك ذي طمان ربي يا أخي ما يخدم لاسيرانس الطوموبيل سين يخدم سوري الطوموبيلي سوري اختيت يا ريحين توريسكا توكورنا وثرغانا وشونا توريس ذينا توريسك تفرحض لك تفرح أكثر أخطر في وضد التأمين إيمانك لاسيورانس وثيلان ماشين شركة التأمين نربي سبحان أي غار أتضمنض المعيينس يعني ربي ذيك ابن عطاء الله فلسي عفو ربي السكندري إناد من وجد الله فماذا فقد وين يفن ربي غل جهاز سيدي سيس ولش ذا شو سيروحن إلا ربي
أدين كان إلى ربي زغولي ثقاد ذا ربي سيد لاسيرونس ذا الطمانة ثقي تأمين ثقي ذا الفايدة نغذ الغلة ثم زوالف الغلة في السناث ذا شوت السكينة ذا راحة البال ذي الهنا بول يهنى الباليه يهنى الخطريه أثنى ربي ذي خطر ما إلا تزرد قوليك باللي تقرب ذا ربي سبحانه يقرب درغوريك أذي يرتاح الباليه أذي هني وليه نيوي داك الآية ثني ذن الناس أنا تذن مكتين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ذنو درغورس في ثلاثة ذا شوت ضمان العفو والمغفرة سلام الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال ربي يصلح لكم أعمالكم صلاح العمل ثقي من الثمرات ويغفر لكم ذنوبكم ذنسيغ دي وعذن في قرأ أكون السمحة ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الغلن النظر طاسي قلان المخرج أتصديق في الله ثقاض ربي أتسوسع في الله الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا مخرجا شد ربي ثبورا ذي سوسع ربي في الله أتصديق في الله بعد سوسع إذا ضاق الأمر اتسع كما يقول الفقهاء إذا ضاق الأمر اتسع ويرزقه من حيث لا يحتسب أكد يفك ربي الرزق الأرزاق أنسو ورث الذميض ورث الذميضارة أمشي كدي وظن الأرزاق إذا غد سفهمض بي الأرزاق ذن تسع ما تشيد قفوسي شيني ولا ذي الحراشينيك ولا ذي الخذمايك ولا ذي ثيذييك ولا ذي الدريايك خطر زمات سعود الدريا أكسن ما شكد فكان لأنه قال لي ساعة الدريا بدو ساعة بانسيون أتزين يلا أود كان بانسيوني سولتو ما تسا مغارثة أمغار يموت قيمة مغارثة ذغس تزين أثي أتحسفن أمشي كاث في كذ مية ألف يليم أمشي كا سمحتي يا لي جول ماشي كوني كنت قصيد غير كوني ذي بحنن أمعنى إلا ذيني قلان ثم إلا أمغارنا ثمغارثو لسعين راه ولا شابونسي ولا دوفيز ولا شوالو يعني إما إلا سعان إشبي ربي تدوار من فلاسنا فافا جدي عمين تفغض قلي ذاك وارطبي إن كان كي ونرطبي هكا وي غير الطبيب أمشي سليمان سراح أنت ما سراح ذا ولاكي إلا قديني غير ما سراح أنت أتزينة تنظن أخطر سراح أنت يموت سراح نرى عيير طومبيل تخسر والسنغار نهار ضقياض في الدور السباه ماشي ديوث نغد كان كالي تلطي في الجو ولا لا وقصر ولا حاشا ان شاء الله غيوا ربي تكبر ذي الهان ما ذي وندينا غنداي الشظي غلظه غادي يغال ربي يعفو يغفر يوين الشظن يوخر صافي الرزاق دكفوسيس ويرزقه من حيث لا يحتسب سورة الذاريات الآية 22 وفي السماء رزقكم وما توعدون والسنة يا ربي فغا يسير حدي لهوا يسير حدي لهوا يشبح يذورار سوذفل يشبح حيث سوذفل سيدي ربي دي سورة ياسين الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا ينيك فغا هذه ضرو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كفا ووال الرزاق ذكفو سيس يمدني غوالاقي ذيني مدينا ربي سبحانه لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الله أكبر لو كان مذانا أذا قوضنا ربي أذا من واذا قوضنا ربي ربي سبحانه وذي في كلام ريل فاركينس سجني سيثموث
سجني سي ثمورث الفركة دغلي سجني لهوا ديني لقن ماشي دي السفن اني ذي الفيضان نوال اذروح انت الباطيمات اديك شمال البحر القذرار ذي الف... لا 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 شويط كان اين نحوا اين نحواج اين تحواج القاع اين تحواج ثمورث والارض الارض معنا دمغي الحشيش تمزين يرذان النعمه الفرحنا ما ذي فلاحان ما ذي زمران ما يا الفرح ياك خاطر ربي في كد الفركيس ولك مقل كان يشديت غل 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 الايمان وكل التقوى باش نزر باللي تلاقي التقوى يقيس عن الطاس من الفركات الطاس من الثمرات ذا الخوف ربي ميم ذي العلاقات الاجتماعيه في كل سي الحريصة سمحتي أذي لي وند عمك نغد جدك نغد كذا ذي الجماع أفضون تريكا نغد سعن في ليسان غشو أثحرصن مسكينة سفران سي الطاق أي ثلاثة الحريصنا من قرآن ثقاف ربي سرح أرخف أويني جاني جنجان قار القبيل زيك محسوب قريح باش إيزم أذي فرسي الطاق وما غمشيش ذا فريديس نيغون دمين تقدو قبيلي هذا السوسمن الفلاسفة إيماجيني ثك أتوعوم أمشيش تفغيك شمسي الطاق نورمال نغلا عادي ذا فريديس أها كان مشيد إيزم هذه فرصه الطاق لا هذه شمس الطاق لم حرم ذا قرن اول نظام قرن ذا ايزم وري القدره ثي وظفين تروح على اسم ثاو الطفه ثي ايزم اسم ذي روح تزار ما شيء يقصد ايزم ثق فيليف ذي تروفيا ذي الفهامه ذي الحذاقه أول نغب الساعة في الخوف ربي أرجع لربي سو قادي تسوى ذن ربي يموضان اثني شفو ربي وقادي يموثن اثني رحمة ربي اثني رزق ربي الجلث علينا ثمثنا غذي غزادي فلسطين اثني نصر ربي الشهادة نسن نسن نغ اثني رحمة ربي إن جراح نسن اثني جفر ربي وديزنا ربي الصبري مولان ولو كنا غصر ربي الدونيث ولا ذي الآخر آمين آمين والحمد لله رب العالمين.